اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقاتنا بصحتين وهنا. طبعا اليوم رح تكون الحلقه كثير حلوه لانه رح نعمل اليوم وصفات مع الشيف هنوشه. اكثر من وصفه طبعا، ليش؟ لاسباب معينه انتم دائما بتطلبوها من هانيا، وانا اليوم اثبتوا لي انه حماتي بتحبني. فعلا فعلا انها بتحبك الصراحه. تفاجأت اني انا اليوم اجيت يعني لقيتك عم تعملي لنا كيكه، انا مش لي اسبوعين نفسي اكلها. يعني هاني رح اترك لك الميكروفون تحكي شو رح نعمل اليوم. يا حبيبتي لازم انا كمان بدي امسي عليكم او اصبح عليكم، وبدي اقول لكم انه اليوم عامله اكله بتحبها تمارا، لانها هي قبل فتره سمعتها بتقول جعبالي اشي هيك كيكه القهوه كيكه هاي، قلت لها خلص رح اعمل لك اياها اكيد. فاليوم عاملينها باسهل طريقه، وعاملين كمان عامله برضو اشي زاكي كثير اللي هو داينامايت تشيكن. احنا دائما بنروح على المطاعم ناكل داينامايت شريمس اللي هو الاريدس، احيانا تكون اسعاره شوي مرتفعه، فاحنا اليوم انا رح اعمل لكم اياها بتشيكن، وتشيكن كثير 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 زاكي واسكى كمان. ورح نعملها اليوم من الوطنيه بطريقه ما رح تاخذ منكم وقت كثير. وكمان عاملين اكله سريعه، يعني بما اني انا اليوم بحلقه مع تمارا تذكرت تمارا بتوحي لي بالاكلات اللي ما بدهم شغل كثير، اللي هي اذا عندكم دجاج مسحب بسطوره وعندكم شويه خضره بتقدروا تعملوا الفرايد رايس او الرز المقلي. وجبه متكامله فيها دجاج وفيها خضره وفيها كل شيء وكثير بتشهي 100%. معناته اليوم الحلقه رح تكون كثير مميزه وسريعه، يعني يمكن ب 40 دقيقه نخلصها كلياتها. ما شاء الله، لانها تمارا رح تساعدني. تمارا اللي حماتها بتحبها ولا بتحرك سنتي من محلي، هيك قالت لي دانا اليوم ضلك مشنجة. خلص أنا بسمع كلام المديرة. لا أنا بسمع كلام رامي يحكي لها ما بصير. خلص المخرج قال لي خليكي واقفة برضو لزقي حالك تلزيق. على العموم اليوم واضح أن الحلقة رح تكون كتير حلوة وممتعة، وأكيد بوجودكم معانا مباشرة على الهواء على صفحاتنا بالسوشيال ميديا، صفحة عمان تي في كيتشن وعلى عمان تي في أوفيشال بالفيسبوك. شيروا الحلقة زي ما أنتم شايفينها طبعا بأسفل الشاشة، مصعب على طول يعني ما برح أحكي الكلمة اللي بيكون كبس لي هالزر. فاليوم رح نبلش بأول وصفة، إيش رح بتكون؟ رح تكون الدجاج مع الأرز بالخضار. يلا هاي أرز صيني بالمكسرات والدجاج. رح تحتاجوا ل 500 جرام مكعبات دجاج ولبصلة مفرومة وثلاث أكواب أرز بسمتي من الكرم، أربع ملاعق كبيرة من زيت الكرم ومعلقة صغيرة زيت سمسم، بالإضافة لكوب خضار مقطعين، معلقتين كبار عصير ليمون، وخمس ملاعق كبيرة صلصة الصويا، وبصل أخضر مفروم، ملح وفلفل أسود. طبعا بدي ابلش هيك اوجه تحيه لكل اصدقاء برنامجنا، لسهى اهلا وسهلا فيكي يا سهى شخشير، كمان بدي اقول لميادة اهلا وسهلا فيكي عم بتابعونا من خارج الاردن فاتن، كمان شكرا كثير لك. واكيد انا كثير مبسوطه بانه عم تتواصلي معنا لاول مره، بتقول بفتح على نفس الوقت على الفيسبوك. شو هالكم جميعا. يلا اوكي، هلا احنا رح نبدا بالدجاج. رح احضر الدجاج، انا اليوم رح استعمل الصدورة الدجاج المسحبه الخاليه من العظم. فيكم تستعملوا اي شيء بتحبوه، كمان في عندهم الوطنيه كمان افخاذ الدجاج المسحبه، ففيكم تختاروا اللي بدكم اياه. شوفوا لي هالنظافه وهالنقاوه، بغض النظر على التقطيع انه كمان بروفيشنال كل حبه بحبتها، بس شوفوا لي هالدجاج الوطنيه جد رائع. صح، يعني اللي لازم تعرفوه انه كمان انتم قاعدين ببيوتكم بتقدروا تطلبوه من خلال ايش الابلكيشن الخاص عليه الموبايل، سواء الاندرويد او حتى الايفون، بتطلبوا الطلبيه كامله، سواء المفرزنات، سواء الدجاج الفريش، الدجاج الكبير، الدجاج الصغير، زي ما بدكم باي تقطيع بدهم اياها. صح مزبوط. هلا انا هيني رح اقطعه، شوفي تقطيعته ما اخذت معي شيء، ورح احضر المقلاي عندي، رح احط فيها زيت واخليها على نار عاليه طبعا عشان انزل عليها الدجاج. طبعا هو ما رح ياخذ كثير وقت معي بالتقلاي لانه زي ما شايفين انتم عم بقطعه اصلا صغير كثير ومسحب فما بده شيء. رح ازيد شوي من الزيت، رح ازيد زيت الكرم. هيها كريمينا بهالكرم. حاضر اكيد. هي حطينا هون زيت الكرم ورح انزل عليهم الدجاج اللي بديت اقطعه. هلا انا هون كنت مقطعه شوي قبل وحطيت عليهم زيت بس، فهي رح ابدا بتقلايتهم. حطيت عليهم شويه زيت وشويه اوريجانو، حلو، حتى اعطيهم هيك نكهه زياده. ورح انزل عليهم اللي قطعتهم هلا كمان ويتخلطوا كلياتهم مع بعضهم اكيد.
هيكم. يعني بس بتحطي لهم اوريجانو؟ بس اوريجانو وزيت، لانه هي هلا بتشوفي الاكل الصيني عاده مع الصويا صوص ومع هاي الاشياء ما في داعي كثير نبالغ بالبهارات. طب احنا ليش بسمونا الاكل الصيني عندنا في البلاد العربيه عباره عن فواكه عباره عن خضروات ملونه كل الوان الفلفل؟ طلعي رامي ما صدق اني انا احكي اشي بالشقلوب راح صار يضحك. اليوم عملت لكم تشكيله ثانيه، مش كله فليف 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 فلي. صح الصراحه لا تمارا. عن جد احنا بنحط شويه كاجو وشويه سمسم وشويه صويا صوص وكل الوان الفليف فليف فلي. صح بتحول لصيني قال هو هذا المتعارف عليه. هلا هاي الاكله بنقدر نحط فيها فليف فلي اذا بدنا، وبنقدر نحط فيها زي ما انا اليوم حاطه اللي هو الخضار المسلوقه او المفرزه عفوا اللي هي مثلا من بنزيلا لذره لجزر كثير بتطلع طيبه. حلو. فهلا هيك بس تقطع عندي الدجاج، هي رح اخذهم واحطهم على المقلاي اللي عندي. اوكي ورح اقلبهم هنوشه خفيفه. نعم. ايش اكثر اكله بتعمليها عندك بالبيت؟ والله من الاشياء اللي كثير بيطلبوها اولادي عندي بتستغربي الملوخيه. تمزحين؟ كثير بحبوا الملوخيه وكثير بحبوا الشاكريه كمان. حلو. الشاكريه من الاكلات اللي عندهم دائما بتنطلب. طيب هلا هيك زي ما حكينا رح نقلب الدجاج تقليبه حلوه، رح احط عليه كمان شوي رشه فلفل خفيفه، رشه فلفل اسود هيها، ملح رح احط عليهم ملح اكيد هاي ملح. راح نحط عليهم هم البصله، انا البصله صايره ما بحب احطها من البدايه لانها بتنحرق. هذا انا كنت افكر لازم نحطها تذبل اول وتشقر. بصير في ناس بتعمل هيك بس انا صايره بحبها هيك مع هلا لما بحطها بهاي المرحله ما بتدوب نهائيا. بتضلها شوي محافظه على حالها. فهيهم راح نقلبهم شوي ورح نرجع بعد شوي نحط عليهم الخضار ونحضرهم. هلا بالنسبه للرز الصيني انا اليوم اللي مستعملته تمارا اللي هو الرز البسمتي من عند الكرم، رز بسمتي الفاخر كثير صرتوا متعودين علينا دائما بنستعمله. فنقعت عندي الرز غسلته اول شيء ونقعته شوي. حبه طويله او قصيره او متوسطه؟ انا اليوم اللي استعملته الطويله. حلو. اللي هي هلا عم تطلع عندكم على الكاميرا اللي هي الرز البسمتي الفاخر الحبه الطويله، حطيتها غسلتهم شوي ونقعتهم بمي. بعدين هون حطيتهم بالطنجره اللي عندي، حطيت الرز هيو شوفوا هي بدا يتفلفل قد ايه بشهي شكله، فلفلته مع الزيت وحطيت عليهم بكيت مرق زغلول حتى اعطيهم نكهه طيبه. هيك بكون حضرت الرز اللي عندي عشان مرحله اني بدي اقليه. اوكي هلا سلقته شوي مع مي، يعني الكاستين رز من البسمتي حطيت لهم تقريبا كاستين ونص من المي هيهم، وصار الرز عندي تقريبا جاهز، صار يعني جاهز للقلي. هلا رح نرجع للدجاج اللي عملنا بنقليه. اها زي ما قلت لكم ممكن انه يعني هاي الطريقه اللي انا اعطيتكم اياها اليوم اسرع وحده اللي هي ما فيها نقع. في ناس بتنقع الدجاج هذا تمارا بحطوا له مثلا صويا صوص، بنقعوه مع زنجبيل مع ثوم وبيقلوه انه بياخذ نكهه اكثر. اذا كان عندكم وقت كثير بتقدروا تعملوا هذا الحكي قبل بوقت بتقدروا، واذا ما قدرتوا عادي يعني سريع. على السريع يعني شوفوا مثلا انا بالنسبه لي يعني ممكن مثلا اطلع صدور دجاج من الصبح واروح على دوامي واخلص ارجع على السريع السريع اعمله وياكلوا لي اولاد فريش يعني طازه. صح 100% فبتوقع صح. زي هيك وصفه كثير سهله وما بدها وقت كثير الصراحه. أبداً. مزبوط 100%. طيب هي هيك رح نحضرهم هيهم، هم بدوا يستووا على كلهم. اوبس شفتي خطيبتي طلعت بهانية قال بيحكوا لي تحت الهواء ايش مصدقين انه انا بطبخ. طبعا بدي اطبخ ولا بيت اهل بيتي يضلهم جوعانين؟ شو بعرفني يعني انتم ايش فكركم؟ تمارا بتطبخ طبعا اسالوني انا طيب شو رايك ليش عم بتطلعي قمت بس الكم من وحده كبار كانوا مش منتبهين على تقطيعهم كنت عم بغش فهيني هلا خلص بدام عم بتغشي غشي من غير ما نكون قدام بدون ما تشوفوهم. طيب خلص على الفاصل يا جماعه وبخير نغش براحتنا ونرجع لكم مباشره على الهواء. طبعا رجعنا لكم لكل يلي انضموا لنا هلا، اهلا وسهلا فيكم. مثل ما احنا خبرناكم اليوم عم نعمل وصفات سريعه ولذيذه يعني نوعا ما صينيه هي الوصفات،
نوعا ما يعني تنتين منهم صينيين بنقدر نعتبرهم، يعني الارز المقلي بالدجاج والدايناميت تشيكن. دايناميت تشيكن يعني هي فكره اول شيء اظن إيه بحسها عنها. انا ما بحسها صيني الدايناميت ولا هي شوفي هي بين الصيني والامريكي بالضبط. هي هذول الاكلات اللي اجوا من الصين على امريكا وصاروا يتغيروا فيهم وبالصوص لما الصين احتلت امريكا ولما وقت الحروب اخترعنا اكلات كثيره. على العموم طبعا انا بدي ارجع اذكر كل اللي بيتابعونا يشيروا الحلقه ويرفعوها لعدد كثير كبير من المتابعين. مش كرمالي ولا كرمال هالنوشه، كرمال هالبوكي من فلاورز يلي هو اليوم بجنن موجود معنا على طاولتنا بالست اب. واكيد طبعا لكل يلي انضموا لنا هلا اليوم عم نعمل وصفات برجع ارجع اذكركم فيها بشكل سريع. عم نقلي احنا الدجاجات لهالنوشه مزبوط صح. عم نعمل اليوم عم نعمل الارز بالدجاج والخضروات. فانا هيني حطيت قطعت الدجاج لقطعه كثير صغيره وهيني قلبتها مع الزيت. رح انزل عليهم كمان الخضار مع الدجاج هيهم حتى ياخذوا من طعمه بعض. اظن بكفي. انا متحمسه اشوف كيف تقلي الرز. هلا رح نحط الرز ونقليه معاهم كلياتهم مع بعض. طيب رح ازيد عليهم كمان شويه فلفل اسود بياخذوا يعني على النظر ما هو الواحد. طب الصويا صوص بتخليها لاخر شيء؟ الصويا صوص رح احطها بالاخر لاني هلا اذا حطيتها تماره رح تهبط الخضار. فخليهم هلا كمان شوي رح اضيف الصويا صوص وزيت السمسم كمان اكيد. هلا اذا مش متوفر زيت السمسم بنقدر نستخدم زيت عادي؟ بنقدر طبعا. بس هو يعني بيعطي نكهه خفيفه زاكيه. وعلى فكره ما في داعي الواحد يحط منه كثير تمام بمرمر لانه لا مش بس بمرمر، ثقيل هو ثقيل على المعده. فيعني يا دوب بده ينحط منه يا دوب نص معلقه صغيره تمام. فهيهم هيك تقريبا صراحه بدهم شويه وقت. خليهم هلا ايش ناخذ الوصفه الثانيه؟ ناخذ الوصفه الثانيه اللي هي بوب كورن سوري التشيكن دايناميت. يلا الدايناميت تشيكن رح تحتاجوا لكيس بوب كورن الدجاج من الوطنيه ولزيت الكرم لاربع ملاعق كبار صلصه الفليفل الحاره اربع ملاعق كبيره كاتشب من الكرم ومعلقه كبيره من المايونيز ومعلقه صغيره من العسل نص معلقه صغيره بودره ثوم نص معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه كبيره صلصه الصويا. اما للتقديم رح تحتاجوا لخس مقطع بصل اخضر مفروم سمسم محمص. حبيت الافكار اللي عم تعملوا لنا اياها بمفرزنات دجاج الوطنيه. ما هي يعني افكار يعني البوبكورن الواحد ساعات في البيت بيحتار فيه ما بده بس يقليه للاولاد. صح بده يعمل فيه شيء زاكي مع انه انا يعني ابني عادي بيقليه وبقعد بياكله وبكيف انا ملك على حاله البوبكورن عندي صح. في البيت هلا اللي حلو فيها هاي الفكره انه هو بيجي عندكم بهاي الطريقه ككيس مجمدات كتير سهل. ممكن انكم تحطوا على يعني تقلوه بالطريقه العاديه على حراره 180 او ممكن عفوا تحطوه كمان بالفرن اللي بدكم اياه. هيا هلا انا رح افتح الكيس وعشان نبدا نقليه. طيب انا بدي اقرا مجموعه من يلي عم بتواصلوا معنا. وليد اهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لتواصلك معنا. جيني كمان اهلا وسهلا فيك وشكرا لك. لارا ايوب كمان حبيبه قلبي شكرا كثير لتواصلك معنا. وصديقتنا يلي صارت كمان صديقه البرنامج سالي حبيبه الشعب كمان شكرا كثير لتواصلك معنا. سهى مثل العاده اخلاص مثل العاده عم بسالوكي اذا بيقدروا يعملوا الدايناميت بشيء مثلا زي اللي هو الجمبري بس بقشره. احنا بنعرفه بقشره لا مقشر هو عاده بكون. طيب اذا بدكم تعملوه بقشر يعني ممكن بس هو الصراحه يعني لا يستصاغ بالاكل يكون الجمبري مع القشره تبعته. هلا في سؤال ثاني عم بسالوكي بالنسبه لموضوع الجمبري ايش بيفرق الدايناميت عن اللي بيكون فيه له صوص جوا وهو بيكون زي نيه بنحط له ليمون هداك على البارد. هداك على البارد تماما. هداك اسمه على فكره هذا السؤال كثير ذكي كيف عن جد هداك اسمه شريم كوكتيل. اسمه اشكرك شريم كوكتيل اللي بيكون الجمبري على البارد بينعمل وبينعمل معاه صوص اللي هي بتكون فيها مايونيز بيكون فيها برش الليمون عصير الليمون مخلل مقطع بقلبها شرحات ليمون. هداك بيتقدم از كوكتيل يعني شيء بارد. ما انا بقول لك انا ملكه هاي الاشياء السريعه اللطيفه الخفيفه. محظوظين احنا بتمارا الصراحه. هلا بدي اورجيكم اياه بوب كورن الدجاج.
وبدنا نشوف هون الزيت عنا قلي. طبعا انا من خبرتي بقول لكم انا بعمله بالاير فراير ب 20 دقيقه بيكون جاهز وما احلى كمان. صح ممكن اذا بتحبوا انه ما يكون في كثير زيت، ولكن اكيد زيت الكرم بقلي لنا احلى بوب كورن. مزبوط. واهم اهم شيء انه يكون عندكم كثير حامي الزيت لما بدكم تنزلوا فيه البوب كورن تشيكن، يعني هيك انتم هلا بتكونوا مرتاحين انه القرشه اللي عليه موجوده تقطيعته ما هذا خلص جاهز. هاي رح ننزل عليه البوب كورن اوكي، ونبدا نعمل الخلطه اللي رح تنحط عليه على وجهه. حلو اوكي. هلا انت تقريبا عم تقلي، انا بايدي عم بحطهم قد ما يلا هيك. لا عادي لابسين جلافز وامورنا تمام. ما هو طبعا بدي ارجع اذكر اللي بتابعونا بقناتنا على اليوتيوب قناه عمان تي في، بكل بساطه بتعملوا سبسكرايب للقناه وبتقدروا تكتبوا اسم البرنامج واسم الوصفه اللي بدكم تحضروها، خص نص في برنامج صحتين وهنا، صوص، وصفه، يلي بدكم اياه. بتتفاجئوا انه اذا بتكتبوا اسم الوصفه بتطلع لكم الحلقه كامله، ولكن بيطلع جزء الوصفه بالدقائق، يعني الدقيقه للدقيقه، يعني شوف احنا شو متكتكين بقناتنا. بالفعل حلو الصراحه، لانه ايام الواحد بيكون بده يشوف ثاني وصفه او ثالث وصفه. طبعا اهم شيء لما بدكم تحطوا البوب كورن تشيكن بالمقلاي انه ما يكون كثير الكميه كبيره، عشان كل حبه تاخذ حقها من الزيت وتنقلها بطريقه زاكيه وتحافظ على القرمشه تبعتها. فدائما حاولوا انها ما تكون اوفر كراودد، يعني عادي بتقدروا تقلوهم على مرحلتين. اكيد هاي هيك بدهم كمان شويه وقت. وجاجاتنا هناك هذا الوقت، خليني اشوف الجاجات اللي هناك. جاجاتنا وجاجاتكم عن جد، جاجتي وجاجتك. هيهم هلا هيهم بدوا يتدبلوا مزبوط وبدوا يستووا. ممكن هلا الرز اللي رح تضيفيه قلنا بيكون مستوي جاهز. الرز لازم يكون مستوي جاهز، رح نحطه ونقليه ونضيف عليه هدول الخضار اكيد. طيب معناته بدنا نعمل الصوص هلا. يلا خلينا نعمل الصوص. هلا الصوص اللي رح نعملها للدايناميت تشيكن اللي حكينا عليها رح تكون ركزوا منيح هاي، يعني بنركض عليها مراقبة الصوص عن جد والله، مذابح بصير على الطاولات عليها بالمطاعم. بالفعل، بس بدي اطول وحده شوي اكبر، هاي صغيره. الله يرضى عليكي، لانه يعني عشان كميه المجموعه كلها بدها تذوقها صح؟ مليار بالميه. هي هذا اكبر خلص، هي لقيت وحده كبيره. اوكي هي هذه اوكي. رح نحط فيها معلقه واحدة من المايونيز، انا ما بحب ازيد كثير. اوكي هاي معلقه من هذه. ورح نحط عليها من هذه الصلصه، صلصه الفلفل اللي بنشتريها عاده من السوبر ماركت الجاهزه. الجاهزه هيها. ورح ننزل عليهم طبعا برضه من الكاتشب، انا مستعمله كاتشب الكرم. يا سلام على سيرة منتجات الكرم، كرم زمزم هم اسم على مسمى، ودائما بتلاقوهم متواجدين بكل السوبر ماركت والهايبر ماركت والمؤسسات الاستهلاكية والعسكرية. فعليا يعني من أنجح المنتجات الأردنية اللي رافقتنا يعني ببرنامجنا لمدة سنتين حنصير صح؟ صح مزبوط. طبعا كمان يعني شوف هاني غنية عن التعريف بموضوع الكرم، قديش بتعمل لنا وصفات وبتستخدم لنا أفكار حتى بالمعلبات تبعتهم بقشطة ميلودي، يعني ما شاء الله. كرم مع كريمة. والكرماء بالأكل. التذوق. التذوق. والتذوق. طب هلا زي ما قلنا حطينا هون صلصة الفلفل وحطينا الكاتشب، رح ننزل عليهم شوي من بودرة الثوم. هيها. أو إذا بتحبوا تحطوا ثوم فريش كمان بصير. ورح ننزل تصوير. ورح أحط عليهم كمان الفلفل الحار أو الحلو البابريكا كمان. ورح احط شويه كمان صويا صوص. ما بتخليها مالحه صويا صوص؟ بتخليها مبلا، مشان هيك انا ما حطيت عليها ملح، مش كثير. هي ما تنسي، هي مع الدجاج بعدين رح يكون تحتهم في خس، فلا ما بيطلع مالح، بيطلع كله. وجبتي لنا هيك الكوبايات تاعت المطاعم. عشان كله يكون صح 100%. فعلا. فهيهم هيك. هاي الصويا صوص الثاني، هذا زيت السمسم. اوكي. هي زيت السمسم. طب هذا الصوص اذا زاد عندي بقدر احطه بالثلاجه؟ بتقدري طبعا. كم يوم؟ اكيد. يعني ما في شيء يخرب، ممكن يقعد عندك اسبوع، ممكن حلو. يقعد 10 ايام، يعني بعد هذا الحكي ممكن يتغير طعمه، بس هو ما في شيء رح يخرب اكيد. تمام. فهي هيك صار جاهز. والدجاجات كمان قربوا تقريبا يخلصوا. هاي رح اجيبهم. بس نحطهم ببايركس او شيء. طبعا اليوم هنوشه اختارت البوب كورن تشيكن. صح. نقدر نستخدم بالناجتس؟ بتضحك على الناجتس بصير طبعا. بس شوفوا عن جد ما احلاهم. شوفوا لونهم احلاهم على الشاشه عن جد رائعين، وطعمتهم زاكيه اكيد عن جد. يسلموا ايدين والله. فارس اليوم عم بيجيب لك اياها ايش؟ تصوير من الاخر.
وبدنا نسلم كمان على رامي مخرجنا العظيم. والله رامي طبعا طال عمره اليوم ايش حماته مش بتحبه، بتحبه كثير، على مراحل بتحبه. والله رامي يعني عرفتي كيف؟ رامي كلنا بنحبه. رامي انا باول ما عملنا رمضان اللي مش الماضي اللي قبله كان دائما هو معي برمضان، مشان هيك بدي اوجه له تحيه كثير كبيره. رامي شخص كمان غير عن انه موهوب وفنان كان يساعدنا هيك بافكاره الحلوه بالست اب كمان. لسه بدي اقول لك كان يجنننا بالست اب، لازم كان هذا هون. هذا لا هيك بيطلع حلو. انا اليوم قال لي نبنجي، قلت له لا، قال لي نبنجي تمارا، نبنجت ما تحركتش سنتي من مطرح، ما تحركت مسكينه. هاي رح نقلي الباقيين، هاي اوكي زي ما قلنا بدكم تقلوهم على مرحلتين او ثلاثه عشان زي ما قلتي كل حبه تاخذ راحتها تاخذ حقها من الزيت. هاي رح احط الباقيين بالثلاجه. طيب والدجاج الثاني احنا اموره تمام. انا طبعا بدي اخلص هاي الفقره تبعت الدجاجات. انت فاهمه عليكي فاهمه عليكي، بدي اضيفك من هاي انا هلا سخنه بدي اذوقها حبيبتي مع الصوص. خليها تنحرق. ليه بتضحكوا علي عادل انتوا باي شيء قدامكم؟ شو بعرفني، استغلال لتمارا. طيب هاي رح نحطهم مع الصوص. دوقي قالت لك فاصل، ما بتعرف ما بتعرف. حرام حرام دانا، الا بس بدها تسب بدني عرفتي كيف؟ ليه يا دانا ليه؟ هلا رح نقلبهم هيك تقليبه خفيفه مع بعض. اعطيك الكاسات. بدنا نحط بالكاسات الخس. اعملي لنا بس كاسه قبل الفاصل وبعدين بنكمل الباقي بالباقيين. اوكي هلا هي عاده بتيجي بالمطاعم، بس دقيقة أحرك هدول تحريكة خفيفة. بتيجي بالمطاعم بهيك كاسات بكونوا حاطين فيهم خس هيهم، لأنها هي بتتاكل برضو كمقبلات، بس هاي كمقبلات ساخنة. طبعا قادرة أني ما باكل حر، فكن دائما أحكي لهم مثلا لما أطلب الدايناميت شريمس كن دائما أقول لهم خففوا لي حر، كانوا يقولوا لي لا يعني ما هو على حسب الصوص، اذا هم الصوص مثلا زي تبعت الفلفل اللي انا هلا مستعملتها في منها بتكون حاره. يمكن هذا هو بكون الحر، وشكلهم بيكونوا مجهزينه عشان الوقت. مزبوط صح، بكونوا مجهزينها من قبل. فهيها بتطلع بهذا الشكل، منزينها بالبصل الاخضر. يا سلام، وسمسم. والسمسم اكيد طبعا انا على طول بتذكر ستة بالمطاعم قد ما بستخدمه. والله انه دمك خفيف انت يا تمارا. يعني صريحه ليش اضحك عليكم؟ هاي بتحكي لكم الحقيقه، يعني تمارا هي تمارا يعني بتطلع لكم عادي نفس الهاي. معناته رح نطلع بالفاصل بشكل سريع جدا جدا جدا. بدي منكم تشيروا الحلقه ترفعوها لعدد مبالغ فيه نطير معاكم اليوم بداخل وخارج الاردن، وبعد هيك بنرجع لكم بوصفه كثير زاكيه. رجعنا لكم اكيد مباشره على الهواء لكل الاشخاص اللي انضموا لنا، اهلا وسهلا فيكم. ولكل الاشخاص اللي موجودين معنا من بدايه حلقتنا من الوحده ونص كمان اهلا وسهلا فيكم. اليوم عم نعمل وصفات لذيذه وزاكيه وسريعه وخفيفه وبناكلها بالمطاعم وفعليا بنحبها كثير، ولكن للاسف دائما بتكون اسعارها عاليه. طب انا بدي ارجع اسال هذا السؤال، يعني مثلا هلا اليوم احنا عم نعمل بالتشيكن، فعلا ليش بنلاقيه بالمطاعم مثلا تشيكن داينامايت؟ بنلاقيه بالمطاعم تشيكن داينامايت وبكون كثير مرتفع السعر، يعني يعني انا فاجاتيني قبل شوي، مش دائما بكون طيب كمان. انا برجع بعيد لك مره ثانيه، انا بالنسبه لي في عندي مشكله دائما بالداينامايت بالصوص تبع الداينامايت انها بتكون حره. هلا شوفي اذا بدك تمارا تعمليها بطريقه ما تكون حره ممكن تستعملي اشياء ثانيه، مثلا ممكن تحطي كاتشب، تحطي معاه صويا صوص، تحطي معه شويه معلقه المايونيز اللي حكينا عنها. يعني بدك تخترعي شيء، ممكن يكون تحطي مثلا معاه شويه دبس فليفله، لانه هو هاي الصلصه هي تعتمد على الفليفله، بس فليفله حره انت ممكن تحطي فليفله عاديه. حلو، هاي بتكوني حليتي المشكله، خففتي من الحر اللي فيها. هلا هم كمان بحطوا فيها شطه، بحطوا فيها سراشيا، فانت ممكن اذا بدك تعمليها بالبيت وما بدك اياها تكون حره، لو اني عارفه كان اليوم عملت لك اياها بهي الطريقه. هذا هذا حماتي بدها تحبني بكل الحلقه، بتحبك بحق باشياء بكفي، بدها تحبك بالحلو، بدها تكفي تحبك بالحلو. طيب هلا انا هدول خلطتهم اللي هون كمان البوب كورن تشيكن اللي طلعناهم اللي بشهوا، ورح نزين فيهم الكاسات اللي عندنا. يعني زي ما قلنا هاي يعني مقبلات، احنا بنسميها مقبلات حاره. طب هنوشم شو ناوي تعملي الحلقه الجاي لما اطلع انا وياكي؟ ايش بدك انا اعمل لك؟ شو جا عبالك يا تمارا؟ شو جا عبالك؟ فلفوف كان جا عبالي عملتي لي. بحب عملتي لي شو مصدقه على حالها هي، بدي اقول لكم انا كثير مصدقه على حالها تمارا. عملت لها
مش عارفة. هلا احنا بنطلع بعد الحلقة ايش كمان عم بيبعتوا لنا المشاهدين وبنعملهم ان شاء الله فكرة هيك لشيء زاكي. اكيد عملنا هذيك المرة البوزة ولا انت ما كنتي معي؟ لا كنت بالبوزة وقعدت بكثرت ايدي وانا احرك لك في الشوكولاتة نسيتي؟ كثرت ايدها؟ اه طبعا كثرت ايدها صح؟ كنت كانت معنا ورامي كان معنا وقعدت هون ساعة انشليت وأنا أحرك هي تحرك وتهلك مزبوط صح صح. هلأ تذكرت أنا نسيت يعني. هلأ البوب كورن شيكن أنت إيش بتعملي فيه بالبيت؟ بقليه وبعطيهم كاتشب جنبه وبقولهم صحتنا وعافية ماما. إنها تمارا هاي هي تمارا اللي بنعرفها بالفعل. يعني أقول لك شغلة بصراحة يعني لما هو والله ما بده إشي بيني وبينك. لا عن جد فعليا زاكي. عن جد زاكي ما بده إشي. وزاكي زاكي تبع الوطنية كتير زاكي. بكفي انه ما بده شغل كثير وما بده تحضيرات كثير. هلا هي هذه اصولها زي ما انتم بتعرفوا انها بتتقدم مع البصل الاخضر الحلقات ورشه من السمسم هيهم هي هيك ورشه صغيره من السمسم وهيك بنكون خلصناها. هاي بتكون خلصت هيك. هلا بالعاده بالمطاعم بحطوا جنبه صويا صوص للتقديم. ممكن طبعا. هي انا حاطه هون في صويا صوص اللي بيحب بيزيد. ممكن يزيد. خلص هي هيك صارت هذه الأكلة جاهزة. رح نرجع هلأ للأرز مع الخضار. هاتي أخذهم عنك. والله يا تمارا بليز. طبعا شوفي أحكي لك شغلة هنوشة. يعني أنت اليوم عملتي لنا وصفة سريعة وسهلة ومش غير مكلفة زي ما بيقولوا. وبنفس الوقت بنقدر نقدمها يعني لأولادنا بنقدمها لعزايمنا هيك حتى من ضمن السيت اب المقبلات مش شرط يكون كله بالبق مع بعضه. صح يعني مزبوط. انا بحس انه ممكن زي هيك اشياء احنا نستمتع فيها. فكرتك رح تحكي لي لاحفادنا زي ما هذيك المره نطت لي على الاحفاد. خلص غمضي عين فتحي عين تيتا. كل ما اتذكرك بكلمه تيتا تمارا بفرط من الضحك والله تمارا. بعدين عن جد تخيلي ايام زمان اجي مثلا اقول لابني ماما سمي ابنك بنتك على اسمي ماما. تخيلي صح مزبوط. يقول لي مثلا ماما اسمك قديم والله انهار. لا شو اسمك قديم؟ اسمك دائما بضل نعنوش صغير يعني فكرك بجيلهم. يعني تخيلي مثلا للجيل اللي قدام مثلا اجي احكي لمحمد او رافد يا ماما وين ايام عمرو دياب؟ وين ايام حمائي؟ فانا ماكله هم المستقبل لانه هلا بيجوا بتطلعوا علي امي بتقول لي هذه الاغاني اللي بتسمعي لي اياها وين ايام مين؟ عبد الحليم بتطلع لك. طب احنا شو بنحكي لاولادنا؟ مش عارفة أيام عمرو دياب تذكرين يا ماما زمان وقت أيام يا ماما كنا زمان نطلع على العقبة نقعد نغني ونستنى عمرو دياب على الستيج 5 ساعات وإحنا واقفين ننطنط بس ونستنى ليطلع لي مزبوط صح طبعا هم إيش كيف بدهم يحضروا حفلاتهم على قدام شوي بال والله مش عارفة الصراحة. والله بجوز تلاقيهم بكرة بالمستقبل يصيروا رح يطلعوا يعملوا إشي. ما هو بتذكري بالكورونا لما كنا موجودين بالبيوت كلياتنا إنه طلع كم من حفلة كانت إشي 3D الواحد يحضرهم. متطور ما هو العلم أكيد. هلأ بنفس المقلاية اللي قلت فيها رح أضيف كمان شوي من زيت الكرم. أنا خدعتيني. ليه خدعتك؟ فكرت رح تعمل الرز مع الجاج والخضار. هلأ رح أحطهم عليه بس أنا عشان بدي إياه ياخذ له شوية تحميص الرز فهي رح اخذ هلا رزاتي. طب هلا اوكي سؤال قولي لي هلا اذا انا مثلا عملت البيض في احنا بالصيني بحطوا بيض تقلي البيض يا الله زقوا بالله تزقفوا لي زقفه لتمارا. شكرا لكم. يعني اليوم الاسئله اليوم الاسئله كثير هادفه صراحه تصفير عن جد اليوم الاسئله هادفه. البيض عاده بينحط هلا بهاي المرحله اللي هي انا قمت منها الدجاج والخضار قبل ما انزل البيض الرز عفوا يعني بنقلي البيضه بدنا نحط الرز بتقلي البيضه بتكون طبقه كثير رقيقه من البيضه يعني يا دوب هي شيء هيك يا الله يعني تكون موجوده تقريبا بيضه او بيضتين بالكثير بكونوا مخفوقين كثير منيح طبعا وبعدين بتحطوا فوق عليهم الرز والخضار وبتقلبوهم كلهم سوا. شفتي انا كم مره بقول لك يا هانيا ادخلوا بالمطابخ اللي بفهم فيها بسالكم اسئله في الوين. صح والله الحق عليكي صراحه مظلومه انا ما راح احط اكثر عشان تكفي الطنجره المقلاية اللي عندي. طبعا البيض اختياري يعني في ناس لانه فعليا ما بحبوه بالرز وفي ناس بتقبلوه يعني بدهم هيك مزبوط. هلا الرز هون اللي عندي عشان اقلبه راح احط عليه صويا صوص هيها واهم شيء انها تكون المقلاية اللي عم تشتغلوا فيها غير لاصقة وتكون كتير حامية وتقلبوا عليها بسرعة الأغراض يعني هذا أهم إشي عندكم هاي هيك حتى تاخد الطعمة كلها. خلاص ما في داعي أحط كمان ممكن نضيف شوي من زيت السمسم كمان حبيت هاي ما هو عشان هيك بالمطاعم اللي بعملوه قدامنا بكون قدامنا هاي هم هلا على هو المقلاي انا لما تكون المقلاي عندي حاميه كثير انا بالبيت بعملها بالوك طبعا فبتكون كثير حاميه بتصير بسرعه تقلبوا الاغراض ما بتاخذش معكم يمكن 5 دقائق بالكثير
فهيهم بهاي الطريقه رح ننزل عليهم الخضار. يعني لازم مية الصويا صوص او الصويا صوص ينشف. مزبوط صح، لازم تنشف. يعني كل ما بتكون حاميه اكثر، بتشوفيهم يمكن بالمطاعم الصينيه تمارا بتكون النار طالعه، يعني اللهب تبعت النار. صح، فهيها بهاي الطريقه. هلا ضلت اظن رح اتركهم بس دقيقتين وخلاص، رح ازينهم بالبصل الاخضر ورح ناخذ الوصفه اللي حبيبه تمارا هاي الوصفه. اه والله حبيبه الكل، هاي كيكه تمارا، كيكه تمارا. عن جد سرحت جوعت. موس النسكافيه والمكسرات رح تحتاجوا لعلبتين بسكوت الشاي، بالاضافه لاربع ظروف كريمه باودر، بالاضافه لاثنين كوب حليب بارد من الكرم، علبة قشطة ميلودي من الكرام وبندق أو لوز محمص، 3 ملاعق كبيرة قهوة دوبي، أما للتغطية 3 ملاعق كبيرة قهوة سريعة الذوبان من دوبي وكاستين من المي. صراحة أنا جعت، بس لحظة شوي، بما أنه أنا جهزت الوصفة صح؟ جهاي حط الكاميرا عليها إذا بدأ أجيب صحن لإلي لو سمحتوا، عدم المؤاخذة لازم أدوق قدامكم. والله لازم صح، دائما إحنا مطلوب منك أنك تدوقي. طبعا أنا لو تشوفي على الستوري شو بيكتبوا لي، تمارا عن جد كان ذاكي، تمارا إحنا بنعرف أنه أنت ما بتضحكي علينا. طبعا تمارا دائما تحكي الحقيقة، أكيد. إيش مالها تمارا؟ دائما تحكي الحقيقة. مفكرت شوفوا واه أبيوز أبيوز. لازم ادوقها يا صبايا قدامكم يا شباب. ادوقيها طبعا زي النار. هلا رح نستنى شوي، انا عم بطلع الكروكان اللي انا حضرته وهاي الكريمه، بس رح نعمل الكريمه هلا قدام المشاهدين. هلا هاي كيكه النسكافيه من الكيكات اللي كثير قدام. بدي اطلع تمر اصليه عن جد. يلا صحتين. الرزات صح، ناشفين صح. طب يلا ليفون هلا لانه بحب هذا الاكل كثير. طب يلا لازم ندوقها. يلا هلا ليفون بندوقك اياها. اسكاها بيت. طيب هلا بالنسبه صح وهنا اول على قلبك مرسي مرسي عشان اني انبسطت انه بس هيك تفتيلي شويه سوشي حوالي. ايش نعمل؟ ايش نعمل بتمارا؟ المره الجاي بنجيب لها سوشي، انتم المشاهدين ابعتوا لها شيء هيك سوشي عشان الشفات يعملوا لنا سوشي. الشفات خلص دوبهم يعملوا الاشياء اللي عليهم. لا بنعمل سوشي، والله انا شاطره بالسوشي كثير. والله انا هيك سمعت. شاطره كثير، تعطيك دروس سوشي. انت بدك تعطيني ولا انا اعطيك؟ لا انا بسمع انك انت بتعطي دروس. مزبوط سوشي. مزبوط صح، بعطي دروس. انا اعطي دروس. انا منيح مني اعرف اكل السوشي. هي دانا قد ما تمار بتاخذني بتجيبني بالحكي ببطل اعرف هي عن ايش عم تحكي. عن جد والله هيني عم ببطل اعرف الصح من اللي مش صح. هيني باكل وبسكت. يا حرام يا حرام. طيب اوكي، هلا بالنسبه لكيكه النسكافيه مع الكروكان او هي موس النسكافيه، هلا بتنعمل معاكم باي نوع مكسرات انتم بتحبوها. انا اليوم عملتها بالبندق. شغله الكروكان كثير كثير سهله، بدكم تحطوا سكر بمقلاي ليبدا يدوب ويتكرمل، بعدين رح تنزلوا عليه البندق او ممكن تعملوها كمان باللوز كثير زاكيه. بتحطوهم عليهم وبتحركوهم شوي، يعني بس ياخذ لون الكراميل، لازم السكر ياخذ لون الكراميل. تنزلوا عليه المكسرات وبتقلبوهم مع بعض، بعدين بتجيبوا ورقه ألمنيوم بتدهنوها بالزيت، كثير ضروري انه تدهنوها بالزيت، وبتحطوا عليها هذا الخليط، بتتركوها لتبرد، بس تبرد بالمدقة تبعت اللحمة، مدقة الدجاج اللي بدكم إياها، بتكسروها لحد ما تطلع عندكم بهاي الطريقة. هيك صارت عندي المكسرات جاهزة للأكلة تبعت الموس النسكافيه، هيها أو بقولوا لها كيكة النسكافيه الباردة. الباردة هلأ هي أكلة كتير قديمة، وأنا على فكرة الوصفة اللي عطيتكم إياها هي الوصفة اللي بدفتري اللي من 20 سنة. هتحط في ناس بحطوا لها كانوا بالبلندر تلج. تلج؟ بالكريمه كانوا يحطوا معها تلج. ممكن. صراحه اول مره بسمعها، بس ممكن يعني ات ميكس سنس، يعني ممكن ات ميكس. يلا الله. اوكي طيب نطلع بالفاصل. احنا رح احط رح احط الاغراض تبعونها هي، مشان هيك احنا محضرين هون السكر، ورح نستعمل فيها صحيح قهوه دوبي. قهوه دوبي، فاذا بدكم تطلعوا بال ايش بدكم؟ خلص مثل ليش بتستاذنيني حبيبه قلبي، انت طلباتك اوامر، انت غمزيني وانا اطلعوا بالفاصل. اطلعوا بالفاصل. هنوشه نفسها تطلع بالفاصل وانا بدي كاسه مي.
طبعا رجعنا لكم باحلى فقره لهلا. يعني انسوا اني اكلت بالفاصل وانسوا اني دقت كل شيء ودقت الدايناميت تشيكن من غير الدايناميت صوص لانه بيحرق. لانه بيحرق صح مظبوط. هنوشه ايش ايش بدي اقبل هنوشه؟ ايه استني شوي اعصابك مش قادرة. استني شوي استني شوي تكركبنا تكركبنا الديكور. ما انا بدي ابعد لك كل هدول الاشياء من قدامك. قصدك انا اهرب من الخلاط. هو هيك طبعا. هلا الفقرة اللذيذة جدا موس الكافيه. نعم يا سلام تفضلي. طيب. انا رح اضلني ساكتة واتفرج. بدها تركز بدها تركز بس طبعاً. انا بدي افهم هلا وين تمارا البارتي اللي بتحط فيه الثلج. والله بقول لك بالكريمة. بالكريمة كانوا يحطوا ثلج؟ والله بتحطي الكريمة بتخفقيها بتخفقيها هاي الكريمة اللي بتنفخ. بعدين بتحطي الثلج مكعبات ثلج وبعدين. أيوة. بتحطي معلقة من القهوة سريعة الذوبان وبعدين بتاكليها. لا بتحطيها يعني من ضمن الطبقات. طب خلص جربوا بتكون طريقة باردة. تمارة يا الله قديش عندي افكار انا. بس هي مسكينة عم تضيع وقتها انها تكون عم بتضيع وقتها انها تكون تي في بريزنتر هي. بس هي عندها يعني هي شغف الشيف يعني. المخفي انه علي صفحة جديدة. هلا في صفحة جديدة لإلي على اليوتيوب قناة. قناة تمارا وهي تتذوق الأطعمة. بس طيب هلا رح احط هون عندي الكريمة. انا مستعملة اليوم كريمة باودر بس انتم ممكن طبعا يا بتستعملوا الباودر وبتحطوا لها اكيد حليب. وانا بفضل دائما الحليب اللي بدنا نستعمله مع الكريمة الباودر يكون حليب كامل الدسم حتى يعطيكم نتيجة احسن. وطبعا الحليب مش اي حليب. اكيد 100% حليب الروابي مزبوط. فهي رح نحط هون الحليب عنا ورح نخفقهم مزبوط. وبعدين حتى ازيد الكثافه تبعتها وتعطي كمان طعمه اقوى واقوى فرح انزل عليها قشطه مالدي اللي هي هاي. وهيك بتنخفق وهيك بتنخفق. انا حطيت هلا كميه بسيطه مشان هيك تمارا. هم لازم تحطوا 4 مغلفات. ما احنا ما حطينا كثير لانه احنا عم نعمل الديمو قدامكم. الديمو لانها الاصليه يعني خلص هي عملتها وحطيتها بالثلاجه. رح ننزل عليها قشطه مالدي برضه ما رح احطها كامله لانها هاي الكميه اقل. اوكي رح نخفقهم مع بعض. هلا حتى تاخذ طابع النسكافيه اللي حكينا عليها اللي هي القهوه طبعا القهوه السريعه الذوبان فانا رح استعمل من عند دوبي. هيهم لانها لازم يكون فيها القهوه الزاكيه. وقهوتنا اليوم من دوبي بتجنن طبعا زي ما انتم شايفين وسريعه الذوبان. رح اخذ منها معلقتين ورح احط عليهم المي. هاي المي من هون طبعا بتذوبيها وكثير زاكي عن جد. قهوه دوبي من القهوات الزاكيين. احنا الصراحه دائما حتى الصبح دائما بتكون موجوده معنا مع الحليب كثير بتشهي. فهي رح نحطها بهاي الطريقه. اوكي وندوبها. كل ما كانت اسمك عندكم تطلع اطيب طبعا. رح ازيدها شوي صغيره هيك حتى تكون هون عندي مركزه واحط هذه منها معلقه على الكريمه بس تنخفق مظبوط. وزي ما قالت لكم تمارا رضي الله عنها بتقدروا تحطوا بتقدروا تحطوا ثلج. فهيها رح تنحط هيك ما تكتروا عشان ما تخربوا قوام الكريمه اكيد عشان ما يمرمر كمان حتى ما تمرمر. فهي هلا ابو سمره عامل شيء بسماعتي. ما عم تسمعي منيح؟ لا مغير لي السماعه ابو سمره. اوكي هي هيك احنا صارت جاهزه عنا. يعني هي وصفه كثير كثير سهله زي ما انتم شايفين بس هي هلا طالعه ترند وكل الناس عمالها بتسال عنها لانها وصفه سهله وما بدها لا تكلفه ولا بدها وقت ولا بدها فرن. يعني الحلو فيها انها عن جد سهله. انا بحب الاشي اللي ما بده فرن ولا ولا شيء. انا زيك لانه خلص حطي بالثلاجه وبوردي صح. هلا رح ناخذ وحده وحده. اوكي بنغطسهم بالبسكويت. شايفين رح تطلع عندكم بهذا الشكل. اللي هي هيها شايفين كيف لونها غمقت. أوكي. غمقت وصارت اخذه طابع القهوه. هلا اللي رح نعمله رح ناخذ البسكوت. البسكوت اللي انا بحب استعمله دائما واللي هي احنا تعودنا عليه واحنا صغار. كان هو هذا بسكوت الشاي اللي متوفر بكل السوبر ماركت بكل المحلات. فرح ناخذه نغطه بخليط النسكافيه او خليط القهوه عفوا. رح نحطه هيك وبعدين لحد ما نصف كل البايركس يتعبى بالبسكوت المغطى بالقهوه. هيك. ممتاز. كل خليط القهوة هيك لحد ما يتعبوا. وزي ما حكينا قهوة دوبي كانوا زمان يحطوا معاها. هلا تذكرت كانوا يحطوا معها عصرة برتقان. ما كنت اعرف ليه. لا لا ليه ولا ايش كانوا يحطوا معها؟ ولا شيء. انا بقول لك هيك عصرة خفيفة. طب ايش الفكرة؟ انها بتعطي شوية حموضة شوي شيء خفيف كثير.
بس يعني اليوم قهوة دوبي بتعطيها نكهة رهيبة. أسكى قهوة صح مزبوط. فهي هم هيك لحد ما نحط، شايفين اللي بيكونوا هيك المستطيل بيكون أسهل إنكم تتحكموا فيه من البيضاوي. أسهل من البيضاوي. هاي بهاي الطريقه. في ناس بتعمله بالمدور كمان. هلا الطبقه الثانيه بتكون الكريمه. هلا الطبقه الثانيه رح تكون اكيد الكريمه عندنا. هيها انا محضره كريمه خافقتها كثير منيح بالبيت عشان طبعا بياخذ وقت. ما هو لانها بدها وقت عشان تنفش مضبوط. هلا الكريمه زي ما قلت لكم انا عملت لكم اياها على الطريقه القديمه كثير اللي هي طريقه اهلنا زمان اللي هي كانوا يستعملوا الكريمه الباودر يحطوا عليها حليب وهيك. هلا احنا بوقتنا هذا صرنا نقدر نستعمل الكريمه الجاهزه اللي بتكون بالثلاجه كريمه الخفق، فبتغني عن هاي الفكره، بتقدروا تاخذوا كريمه الخفق وتحطوا عليها. هلا هي زي ما قلت لكم رح تطلع بهذا الشكل، نقدر نزود عليها شوي من القهوه هي هيك ونخلطهم خلطه خفيفه حتى تطلع متركزه النكهات. بالثلاجه تقريبا يعني ساعه او ساعتين ما بدها اكثر. يعني هاي من الاشياء اللي كثير سريعه تنعمل قبل ما يجيك ضيوف او ضيوف على غفله. صح 100%. يا الله ما احلى لونها. شايفه هيك لانها اخذه لون القهوه قهوه دوبي، فمشان هيك كثير عاطيه لون زاكي وطعمه كمان بتكون كثير كثير زاكي. هلا احنا كنا نعملها هيك على شكل طبقات. تمارا في ناس لا بتحط مثلا بسكوت اكثر شيء تحت بعدين بترجع بتحط فوق. انا بعملها طبقات. انا بحسها طبقات اسكى وبحس انه البسكوت حتى بتشتش فيها وبيعطيكي زي كانه كيك بصير لانه بينفش بشرب القهوه فبيطلع زي كانه كيك. طب بدك اعطيكي اللي جهزناها عشان نزينها ونكسب وقت. اوكي هلا رح نحط طبقه من الكروكان زي ما انتم شايفين هيك، بعدين رح نحط طبقه ثانيه من البسكوت. طبعا كتروا هاي كروكان اكثر. طبعا انا قعدت اقطع اكسرهم اكسرهم على هيك تكسيره كبيره شوي. فهي رح نحطوا هيك وهي أوكي. صارت ورح هون. نرجع ناخذ بسكوت طبقه ثانيه طبعا وهلم جرا وهلم جرا هي هاي هاي وينها. طيب هاتي اعطيكي هاي. طيب يلا اوكي بس قبل هذا الحكي هاتي نقيم هاي. عضلات عضلات عضلات. احنا هيك بالاخر الشفس بنقلب كلنا عضلات. زي ما قلنا بتضلكم تعملوا هيك لحد ما تغطوا طبقتين ثلاثه، انتم قد ما بدكم تحطوا فيها بتطلع كل ما كترتوا بيطلعوا اسكى يعني لحد ما يوصلوا لهون. هلا الطبقه الاخيره اللي احنا هلا اوريدي مجهزينها اللي هي مجهزينها اللي هلا تمارا بدها تدوقها وتحكي لنا. هلا لازم جميلة جدا. لازم قبل ما ننهي لازم تمارا تدوقها عشان يكون وجبه متكامله اليوم لانه الله كيف انا مزرق لها كلمه البين الرز على الشمس. طيب ذكروني اقول انها مش زاكيه. ذكروني اقول انها مو زاكيه عشان تحس حالها اليوم تمارا قد ما حماتها بتحبها اجت اكلت كل الاشياء. طيب هلا زي ما قلنا اخر طبقه رح تكون عندكم الكريمه، فهيها رح نزينها بطبقه الكروكان او طبقه المكسرات مع الكراميل. كثير شكلها عن جد يا الله، وهي طعمة أو قرشة الكراميل اللي مع المكسرات مع قرشة مع طعمة القهوة كتير رح يطلعوا زاكين. يلا طيب شو عملنا؟ اليوم عملنا أو شو ما عملنا؟ اليوم عملنا أكلات بسيطة، اليوم عملنا أكلات بسيطة بما إنه إحنا اليوم هيك أنتوا قاعدين والكل قاعد بالبيت وجعباله إشي هيك خفيف، فعملنا الأرز مع الدجاج والخضار على الطريقة الصينية، وعملنا كمان كيكة القهوة السريعة هيها أو الموس، وكمان عملنا الدايناميت تشيكن استعملنا فيهم بوب كورن الدجاج من الوطنية. وبهيك خفيفة خلصنا اكيد وبتكون سفرتنا تكاملت. وفعليا عن جد يعطيك الف عافية هنوشة. الله يعافيكي. بدي نحطه هون وبهيك بتكون سفرتنا صارت جاهزة بصحتين وهنا. طبعا بكرة حلقة جديدة بتتجدد معكم، لقائنا على الساعة 1:30. خليكم دائما بتتابعونا وبنتمنى لكم بقية نهار اليوم حلو وموفق.